شرفة. السلام عليكم. اليوم احنا في كازا جينا نسمعوا النكيتات، تحكوا معاهم ويضحكوا معنا، وما كرهناش يقولوا لنا شي جوج ولا ثلاثه النكيتات. يلا معنا. السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. اللهم تعالى. هذا غير واحد الفوير كنديز واحد السكليره ديال العود، ديز كيما هكذا والمش حاضي معاه من التحت. الفوير غير له رجل واحد شويه هو يقول ليه المش، قال ليه الله 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 الله، ويطلع ليه الفوير، قال ليه بديك النيه تلقى الله. هي الباترون. السلام عليكم. السلام. كذا واحد السيد طلعت ليه مرسو الدم، هو يزيد بحاله، مشى طلع لواحد بالك شي واحد الفيلاج، واللي هو مع قريش في القران ولا كيصلي بهم، زيد زيد ضرب شي عام. واحد النهار واحد السيده دايزه تما جارتش مي ضرب عليه، يجي قالت انا مرتو، قالت لي راه تي راجلك لقيتو بلاصه، قالت لها تيش من راجلي كان عاطي على الشقوب هو اللي يصلي، قالت لها والله تا ولا فقيه. ويمشي معاه، مشات وهي تقول لها الطن وراتو لها، هي خلاتهم تبدا يصليو العصر ويدخل من الباب ديال، ما دخلش من الباب ديال الجامع، دخلش من الله ملي كيدخل فقيه، دخلت وهي توقف عليه بحال هو مع ناض، قال الله اكبر، ضرب عليه ويعاود سجد، بقى ساجد كيقول لي الناس اللي مرا سبحان الله سبحان الله الفقيه وينوض، قال لي مش سبحان الله والله تاهي بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير المعلم؟ الله يكبر عليك على خوادري اللي يسرك. الله يهديك. عاودنا لك النكيجه. ايه مرحبا. قال لك هذا واحد خونا، واحد الزماكري كان في الطاليان. ايه فهمتي؟ جا عند العائله ديالو، ساري واحد الجولف، جولف غبره، جولف حوليه، فهمتي؟ الدري جا هنا تحن سرم فيكين، فهمتي؟ ما صافي ما لقى باش يصرف ما والو، با كاينه الفلوس فهمتي، عنده الكوارع، عنده الغلام، عنده الزراع، ولا تيجير، ولا الطوموبيل تدخلها للكوري فهمتي؟ دخل الكوري فين عنده داك الشيء، فهمتي شي مره مره هكا ماشي بقى باش يدير المازوط، فهمتي شي بجوج خمسات ثلاثه تيضربهم في هذيك الفيبره فهمتي، تيخرج تيقضي غاره تيجي، با عاقب به اش قال لي؟ قال لي اوليجي، قال لي هذيك الحوليه اللي مشيها، قال لي بدات تدور ليا، قال لي في الضراعه، قال لي تتاكل لي اللعيبات، قال لي بيع هذيك الحوليه، افتحها والراحه الخوادر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفاش يا مولاي؟ الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. يلا قلنا شي نكتة. هذا سيدي واحد الفقيه، واحد الفقيه كاين في واحد الجامع عند في واحد الدوار، كيكمي. الله يعفو عليه، وما بغاوش يسيقوا ليه الناس ديال الدوار الخبار باش يكمي. ملي ناض المنبر باش يخطب يدير لهم الخطبة، ويضح منه ذاك كارو. هو خايف يتشوه قدام الناس. هو يقول لي هذا هو الموضوع ديال الخطبه ديالو ما سيدي. انا ما كان سيدي. الله يحفظك. شكرا. يلا الله يخليك. شكرا.